مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات مع برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا مرو. مساء الخير يا إسلام، مساء الخير والصحة ومساء الجمال والطاقة الإيجابية على كل مشاهدينا واللي بيتابعونا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. يمكن المرة اللي فاتت بدأت حلقتي وقلت حاول واتعب وعافر عشان تحقق حلمك وتوصل. المرة دي حابة أكد، لأن أنا واثقة أن في كتير من مشاهدينا بيتابعونا عندهم حلم وطموح عايزين يوصلوا له. عايزة أوجه لكم رسالة وأقول لكم حاولوا مرة واثنين وثلاثة، وخلوا عندكم حسن ظن بالله، اوعوا تيأسوا، اوعوا حد يفشلكم. كان في مقولة بالإنجليش كده بتقول try and fail but don't fail to try، يعني حاول وافشل بس اوعى تفشل من المحاولة أو تيأس. انا من وجهة نظري شايفة ان المحاولة دي عمرها ما هتخسرنا، شايفة ان هي عمرها ما هتخسرنا، لان اما هنتعلم منها حاجة جديدة يا اما هنوصل ان شاء الله في يوم من الايام من محاولاتنا والسعي بتاعنا ده هنوصل لحلمنا. حابة ابدأ حلقتي واهني الاستاذ محمد الفايد بفوزه على مقعد بمجلس النواب، كمان عن دائرة كفر الزايد بسيون محافظة الغربية. خالص تهانينا وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله. أرق أمنياتنا للنائب محمد فايد بعد فوزه على مقعد دائرة كفر الزايد بسيون وبجدارة، وهو أول مرة يخوض الانتخابات وهو مستقل، وبصراحة كان نموذج جميل كان نموذج جميل للشباب الطموح الذي يسعى من أجل الحصول على شيء، وفرش أرضية كويسة واشتغل قبلها ب5 سنين وعمل مقرات ونجح إن هو يكسب حب كل دائرة كفر الزيات وبسيون، واشتغل وربنا كرمه وفاز بالمقعد، وده نموذج يحتذى به بالنسبة للشباب، إن لابد إن الشباب يكون طموح يا مروة. وتحياتنا لكل شاب مجتهد، والنموذج عندنا النهاردة الأستاذ محمد فايد الإعلامي والصحفي، فتحية طيبة له وبالتوفيق والسداد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. معانا إيه فقراتنا النهاردة يا أستاذ مروة؟ أنا بس قبل ما أبدأ فقراتي وأقول فقراتي، حابة بس أقول إن لو حابين تتواصلوا معانا أو للاستفسار أو لو عندكم مشكلة حابين تطرحوها، ممكن تتواصلوا معانا عن طريق بيج الفيسبوك برنامج 50 دقيقة الصفحة الرسمية، أو عن طريق التواصل عن طريق الواتساب 010-6099-66. هنعمل فقرة إن شاء الله من المرة الجاية هتبدأ عن هنطرح فيها وهنعرض فيها مشاكلكم وحكاياتكم، كمان هنحاول ان شاء الله نلاقي حل لمشاكلكم دي. قبل برضو ما ابدا فقرتي، حابه احنا كنا واعدينكم ان شاء الله ان الحلقه دي هنتكلم عن موضوع مارينا ومراقية باستفاضه بعد الفيديو اللي كسر الدنيا على السوشيال ميديا، الفيديو اللي هو غضب الملاك بتوع مراقية ومارينا، ولكن احنا هيتم تأجيل الحلقة او الكلام عن مارينا ان شاء الله بعد انعقاد مجلس الادارة. بس مفروض ان هو مجلس الادارة ده كان ينعقد من بدري او ينعقد بعد غضب الملاك في الجمعية العمومية التي اقامت، ولكن ما فيش اي حاجة انعقدت. متى بقى سوف تنعقد، يعني سوف ينعقد المجلس؟ مش عارفة، انت شايف ايه يا اسلام هينعقد امتى؟ يعني انا شايف ان المجلس يعني بصراحة في برودة أعصاب جامدة جدا، بالرغم من أنهم شافوا الثورة العارمة أثناء الجمعية العمومية الماضية، وإحنا قلنا أن هم ما طرحوش الميزانية، بالإضافة أن الملاك غاضبة من سوء الخدمات وسوء الإدارة، وبالتالي المجلس الجديد أعصابه هادية قوي لأنه مطمن، لأن الملاك مش هي اللي جابته على المقاعد. وبالتالي إحنا عندنا مشكلة في مارينا، ما زلنا نطالب المسؤولين وكافة المسؤولين بأن أصلا قانون بتاع 2008 قانون البناء الموحد رقم 119 بيقول أن في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين، أن الذي يدير القرية أو يدير المدينة أو يدير التجمع السكني شركة إدارة بتكون مجلس إدارتها الملاك. وإحنا عندنا في مارينا الأسهم مرتبطة بالملكية، فما فيش حد يقدر يمتلك أسهم داخل شركة الإدارة إلا إذا كان ليه ملكية، وبتكون كمية الأسهم على حسب حجم الملكية اللي هو بيمتلكها، ده طبقا للعقود المستقرة منذ أكثر من 30 عام
في مارينا، ولكن هذا السيستم أو هذا النظام تم اختراقه تماما، وتم بيع كمية من الأسهم لجهات اعتبارية بتمتلك كلها ما يكملش عمرتين، وبالتالي تحكمت في القرار. عشان كده أنا بجاوبك على سؤالك يا أستاذة مروة، وبقولك هم أعصابهم هادية لأنهم هم ما فيش حد منهم بيعير وزن للسادة الملاك اللي هم حصل لهم انفلات في أعصابهم وحصل لهم ثورة عارمة في الجمعية العمومية. حضرتك كنت معايا وصورتي وإحنا كنا بنغطي الحدث هناك، وإن شاء الله نتعشى من إن شاء الله الضيوف. إحنا كنا جايبين معنا ضيف من مجلس الإدارة السابق، ولكن حصلت له ظروف صحية سيادة اللواء يسرى عبد العال، أجرى عملية، فإحنا بندعو له إن شاء الله يقوم بالسلامة، ونتمنى له كل الشفاء إن شاء الله العاجل. وإن شاء الله كنا هنجيب كمان رئيس جمعية مارينا الأهلية، وأيضا حصلت له وعكة صحية وبندعو له بالشفاء العاجل، وكان أيضا جاي معنا عضو مجلس إدارة جديد، ولكن إن شاء الله سنتابع عن كثب ماذا سيحدث في مارينا ومشاكل مارينا، لأنها تهم كل أطياف المجتمع، لأن مارينا هي قائدة قاطرة التنمية في الساحل الشمالي الغربي. ونستكمل فقراتنا أستاذة مروة، احنا معانا ايه النهارده؟ انا اولا بس تمنياتي للواء يسري بالشفاء العاجل ان شاء الله. الفقرة الاولى معانا واقعة غريبة جدا من نوعها، عروسين انتحروا في شهر العسل وكانوا متجوزين عرفي، كان السن بتاعهم حتى لم يكمل السن القانوني للزواج، كان العريس سنه غالبا 17 سنة والعروسة سنها لم تتجاوز 16 سنة. ده الفقرة الأولى، هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة معاكو إن شاء الله. والفقرة الثانية معانا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة الأستاذة رضوى يحيى، هتكلمنا إزاي نعتني ببشرتنا في فصل الصيف، وإزاي كمان طرق تنظيف البشرة. فاستنونا إن شاء الله الفقرة الثانية، وهنبدأ دلوقتي الفقرة الأولى. الفقرة الأولى هي حدثت في الجيزة في شارع فيصل في منطقة الطوابق، بأن في حصل زواج لاثنين قاصرين، عريس وعروسة، العروسة 16 سنة والعريس 17 سنة، ولم يبلغوا السن القانونية للزواج وهي 18 عاما. وكمان هذه المشكلة ترتب عنها ان هم مش قادرين في هذه السن يتحملوا اعباء المعيشة ويتحملوا المسؤولية ويتصرفوا بحكمة في الامور البسيطة، ونشبت خلافات بين الزوجة وحماتها اللي هي ام الزوج، وراحت المطبخ الزوجة القاصر وسحبت سكينة واصابت ام زوجها في رأسها بعدة جروح، ولما الزوجة شافت الدم نازل من حماتها انطربت وحصل لها حالة نفسية، وذهبت إلى الشرفة أو إلى البلكونة ونطت من البلكونة من الدور الرابع، وقعت وعلى طول ماتت وتوفت في الحال وأصبحت جثة هامدة. وجه الزوج 17 سنة يبص على مراته راحت فين، فبص من البلكونة لقى مراته يا مروة وقعت، فنط كمان هو ورا منها وقال بس إيه قبل ما ينط قال لها ان هو مش هيعيش من غيرك ابدا، انا هموت معاكي، وقام ناطط بعديها وانتحر من الطابق الرابع من الشرفة بتاعتهم، يعني اصبحوا هما الاثنين جثة هامدة. الموضوع ده اثار دهشة وحزن كثير من اهالي المنطقة، ويعني ان هو بسبب ان هي اصلا كان سنها لم يتجاوز 16 سنة واتجوزت مرتين قبليه، وكان في واحد منهم عنده بعض التهم او كان ايه كان عنده مسجل خطر احد الازواج اللي تزوج هذه الفتاة او الطفلة اذا صح التعبير، كان عنده سوابق، وده تبين من خلال التحريات بعد الحادث. وكمان ان الموضوع ده يعني موضوع روميو وجولييت الجيزة او قيس عنتر وعبلة قيس، المهم ان هذه يعني التصرفات الغير قانونية ان هم بيروحوا لمحامي وبيكتبوا عرفي، وبعدين بينتج عن هذا النوع من الزواج مشاكل كثيرة، منها إثبات نسب، ومنها
ان كمان ما فيش حقوق للزوجة، كمان محكمة الأسرة امتلأت بكثير من المشاكل نتيجة لهذا النوع من الزواج، وبالإضافة ان كمان تحرك رئيس خط نجدة الأطفال صبري عثمان على انتحار زوج وزوجة قاصرين، ودول يعتبروا أطفال يعني، فقال كمان ان زواج الأطفال او القصر في مصر ليس له عقوبة، وبالتالي ان النوع ده اي حد بيعمل كده او بيتصرف هذا التصرف بيكون آمن للعقوبة، وبالتالي بينتشر هذا النوع من الزواج. ايه رأيك يا مروة في الكلام ده؟ انا بس حابة اوجه حاجة لمشاهدينا، ان سؤال حلقتنا النهاردة: هل انتم مع ام ضد هذا النوع من الزواج؟ هل انتم مع زواج القُصّر؟ وايه لو انتم ضد، او ايه ممكن الحل لمنع هذه الظاهرة او الحد منها؟ هنستنى مشاركاتكم ومداخلاتكم معانا ان شاء الله على الارقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي. انا عندي بس تعقيب، ان انا شايفة بصراحة ان ده اغتصاب لحقوق الطفولة وانتهاك واعتداء على كرامة الطفل. انا شايفة ان طفلة زي دي، انا مش هقول ان انا يعني انا مش هقول ان انا شايفة ان هي طفلة فعلا، لان هي لم تتجاوز 16 سنة واتجوزت كمان. الانتحاريات اوضحت ان هي اتجوزت مرتين قبليه، يعني دي تالت جوازة ليها وهي لسه ما كملتش 16 عام. شايفة ان دي طفلة يعني ما تفهمش يعني ايه مسؤولية جواز او رعاية زوج او تربية ابناء. شايفه ان هي لم تنضج فكريا ولا عقليا ولا جسديا حتى، فان هي يعني واحده زيها لسه طفله ما ينفعش ان هي ليها زواج. كمان الولد ما يعرفش يعني ايه مسؤوليه اسره، او ازاي ممكن عشان عنده 17 سنه ازاي ممكن ينفق على الاسره يعني. كمان يتخذ ان هو ازاي يتخذ يعني قرارات حكيمه ليها علاقه بالزواج وكده، لسه ان هو يعني معتقد ان هو لسه يمكن عقله ما نضجش النضج الكامل ان هو يتخذ هذه القرارات. فهم بيتعاملوا بعنفوان وعفويه واندفاع وتهور الطفوله لسه فيهم يعني. فكمان ليها اثار اجتماعيه خطيره جدا، منها التسريب من التعليم، تفشي الاميه، يعني الجواز في سن مبكر او زواج القُصّر دي ليها اثار خطيره جدا زي اللي انا قلتها دلوقتي، وكمان تدهور الصحه الانجابيه. كل ده مش بس يعني بيأثر على الزوجين بس، لكن بيأثر على المجتمع بشكل كامل ومن جميع الجوانب. بس فانت ايه رايك يا اسلام؟ في حاجه تانية تعقبها على الموضوع أنا ده؟ انا رايي ان لابد من تجريم هذا النوع من الزواج، وخاصه للاباء. يعني النهارده الطفل او الطفله ما في ايدهمش قرار انهم يتجوزوا او ما يتجوزوش، اللي بياخد القرار الاباء والامهات، فلابد ان تكون هناك عقوبه، لان الموضوع يعني بصراحه بينتهي بعواقب وخيمه، نظرا لان دول اطفال. و معانا اول مداخله دلوقتي عن ان هو حد حابب يشاركنا في الموضوع ده وناخد رايه، استاذ احمد من الجيزه، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بحضراتكم، واحب اشكركم على الموضوع الجميل اللي انتوا بتتكلموا عليه دلوقتي. هو مش جميل الحقيقه، بس احنا عايزين ناخد منه موعظه. هي واقعه غريبه من نوعها يا استاذ احمد. انا من ضمن الضحيه برضو جواز الكاستيرات برضو. طب احكي لنا حكايه انت ضحيه ليه؟ هو المشكله مش في الضحيه انا او الزوجه او الكلام ده كله. المشكله دلوقتي حضرتك او حضرتك، المشكله في المأذون نفسه الشرعي اللي بيحاول ان هو يكتب بمقابل مبالغ ماليه كبيره على يكتب على الزوج والزوجه. فاحنا عايزين نمنع، يعني انا بطالب المسؤولين في الدوله بانهم يوقفوا المشكله دي، ان ما ينفعش مأذون شرعي يكتب عرفي، لانه ده ظاهره عندنا في محافظة الجيزة انتشرت بنسبة 80 أو 90%. فأنا أطالب المسؤولين في الدولة بأنهم يعملوا أي مسؤول يعملوا تشريع شرعي. يعني أنت حضرتك بتطالب بتشريع سن قوانين أي مسؤول شرعي يتم كتابة اثنين قاصرات أو الزوجة قاصرة، يتم عقوبة المأذون فورا علشان يبقى عبره لاي مأذون شرعي يكتب عرفي.
طب ايه اللي حضرتك تعرضت له من اذى نتيجه لهذا النوع من الزواج؟ هو حضرتك يا فندم، انا 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 اتزوجت، انا اتزوجت قاصره، تمام، كان سنها لا يتعدى السن القانوني، وكان سنها 16 سنه. وحضرتك طب بعد ما اتزوجت تزوجتها عرفي؟ عفوا استاذ احمد، تزوجتها عرفي على يد محامي ام كانت ايه العقد اللي حضرتك تزوجت عرفي على يد مأذون شرعي؟ ده تزوجت عرفي على يد مأذون شرعي، تمام، اللي وثق المأذون. واتضح بعد فتره الزواج ان الـ الزوجه مريضه نفسيا ومختله عقليا. يعني ازاي؟ كانت بتعمل ايه مثلا؟ يعني هل هي مرضت نتيجه ان هي اتجوزت وهي صغيره وحصل لها كده، ولا هي ولا الزوجه جايه لك بالحكايه دي بالمرض ده؟ هو انا زي ما كنت ضحيه هو حضرتك انا زي ما كنت ضحيه مأذون، هي كانت ضحيه لاسرتها، يعني اسرتها كانوا عارفين ان هي مريضه ويعني ايه، واكدوا يعني حبوا ان بتصدر منها خلاك تقول عليها ان هي مريضه او ان هي تصرفاتها غير سويه. ايه كانت بتعمل ايه مثلا؟ يا حضرتك انا اول فتره الزواج من يوم الدخله حصل لها تشنجات وبدات تشنج وكانت تتبرز على نفسها وكانت بتعمل حاجات غير طبيعيه، وطبعا انا كشفت عليها وعرضتها على طبيب مخ واعصاب. فطبيب المخ والاعصاب لما كشفها قال لي ان الزوجه عقلها كعقل طفله عندها 7 سنين، جسم واحده كبيره والعقل عقل طفل عندها 7 سنين، يعني طيب. لا يجوز الجواز فيها. طب يعني هل المأذون يا استاذ احمد مضاك على شيك او حاجه من هذه قائمه منقولات او شيك او اي حاجه بحيث ان انت ما تعرفش ان انت ترجع في قرار الزواج؟ المأذون كان يعلم علم اليقين بان الزوجه مريضه وعندها مرض من ضمن 3 أو 5 أمراض يقتلوا النكاح، وطبعا بالفعل وبرغم ذلك اتم العقد عادي جدا، يعني ما ابلغكش باي حاجه او قال لك اي حاجه قبل الجواز. يعني حضرتك اكتشفت القصه دي بعد الزواج، صح؟ اكتشفت القصه دي بعد الجواز، ما كنتش اعرف حاجه خالص. وانت ما كنتش تعرفها ولا تعرف اهلها ولا تعرف حد؟ لان الزوجه مريضه ومختله عقليا. يعني حضرتك ما كنتش تعرف اهلها او تعرف الزوجه او شفتها وانت اتجوزت ازاي؟ يعني انت لا انت انت هي حضرتك كانت هي وامها وحيده موجوده في منزل، والدها متوفي، كان امها طبعا بتخاف تخرجها بره البيت عشان خاطر المرض دوت، فكان بتطلعها خارج البيت طبعا وهي معاها، فكان بتعالجها بتديها علاج، تمام. فجيت انا اتعرفت عليها وعجبتني فامها، فلما عجبتني طبعا طلبتها للجواز، فامها وافقت على الجواز. طب انت كتبت اي شيك او اي حاجه للمأذون او لاهل العروسه مقابل ان هم مثلا يوافقوا، او للمأذون المقابل ان هو حضرتك المأذون مضاني على وصل امانه على بياض، تمام، علشان يضمن حق الزوجه، تمام. انا كده لو ايه مهما يحصل حق الزوجه محفوظ عندي، محفوظ، تمام، لانها ضحيه زي. طيب المأذون لما مضاك على هذا الايصال الامانه او قائمه المنقولات انت؟ لا حضرتك ما فيش قائمه منقولات، هم زوروا قائمه منقولات. في قرار نزل جديد من الوزارة قال بيقول في حواه ان اي عروسة هتتجوز او اي بنت او اي طفل هتتجوز قاصرة هتتجوز لم تتم سن بلوغ الزواج سيتم محاسبة الاهل والمأذون اللي بيكتب او المحامي اذا كان المحامي اللي بيكتب عرفي. فانت سمعت عن كده ولا لا؟ ما في فرق حضرتك بين مأذون شرعي يكتب عرفي وبين محامي يكتب عرفي، يعني في فرق بين اللي يعني انت مأذون شرعي مشرع عليك ان انت بس في كلا الحالات يعني لم يوثق العقد في الشرع العقاري او الاثنين عرفي. الاثنين عرفي يعتبر حاجه تثبت ان احنا متجوزين رسمي. يعني احنا طبعا بنناشد اي مأذون بيعمل الموضوع ده وبيخل بالقانون ان هو هيحاسب، يعني القانون مش حي
هيعاقبه، يعني سيتم معاقبته. فأتمنى إن هو أي مأذون أو أي حد بيسمعنا ممكن بيفكر إن هو يجوز بنته وهي لسه قاصر، يعني يفكر في الموضوع مرة واتنين وتلاتة، لأن الموضوع صعب جدا بصراحة. هي البلد كلها عندكم في الجيزة كده يعني بتتجوز دون السن كلها ولا إيه؟ أنا شايف الظاهرة ده بص حضرتك، منتشرة في الجيزة. المأذون دوت الوحيد عندنا في القرية، تمام، الوحيد اللي بيتجوز القاصرات وهو مأذون شرعي. يعني الموضوع ده موضوع يعتبر تربح، او ان هو بيستغل مهنته في انه بيعمل الحاجات المخالفه للقانون دي وياخد سعر عالي وياخد اجر عالي. هو حضرتك بعد ما مضاني على وصل الامانه دلوقتي، انت منين من الجيزه عشان نناشد اهل القريه ديت او نناشد الاهالينا في الجيزه ان هم هذا الموضوع خطر جدا وفي ناس بتنتحر؟ خصوصا يا اسلام ان يعني الجرائم والحاجات الغريبه اللي بتحصل في الجيزه دي يعني انتشرت قوي الفتره دي. انا مستغربه بصراحه. انت منين؟ من اطفيح ولا منين؟ احنا سامعين ان الموضوع ده منتشر جدا في اطفيح، ايه الحكايه؟ بتسمع عن كده ولا لا؟ انا من مركز اطفيح. ده انت من المعقل يعني. شكرا استاذ احمد، ربنا. هو الاتصال يعني قطع. شكرا شكرا ليك يا استاذ احمد. احنا بنقدم مناشده لاهل قريه اطفيح. اتمنى لو بتسمعوني او بتتفرجوا عليا، اتمنى ان اي حد بيفكر يعني يجوز بنته او ابنه يعني في سن لسه يعني اقل من 18 سنه، اتمنى ان هو يفكر مره واثنين وثلاثه، لان القانون سوف يعاقبه. ولو في مأذون دلوقتي بيسمعنا وبيعمل الموضوع ده مقابل فلوس او مقابل مادي، اتمنى ان هو يتراجع عن الموضوع ده، لان دلوقتي في قانون في البلد، وان لو الموضوع ده اتعرف انت يعني بتخرب مستقبلك او بتخرب حياتك وشغلك بايدك انت، وده مش بس يعني انت بتخرب مجتمع بحاله، مش بتخرب بس يعني مثلا على اسره او حاجه، ولكن انت بتدمر مجتمع بحاله. حضرتك عارفه يا مروه ان الاسره هي نواه المجتمع، وان اذا كانت الاب والام بهذا الشكل وبيتصرفوا كده هيكون الناتج بتاعهم الاطفال اللي بينجبوها ايضا غير اسوياء، وبيكونوا بينشؤوا في بيئه غير صالحه. معانا مداخله كمان من الشرقيه من الاستاذ محمد، الظاهر ان الموضوع امتد للشرقيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت كان معك حلقه دلوقتي من المنصوره. انت من المنصوره؟ مش من الشرقيه يعني؟ ايوه من المنصوره. اهلا بيك. عفوا. واهلا بكل اهالينا بالمنصوره. اهلا بحضرتك. يا انت في واحده من المنصوره كانت بتتكلمها انت دلوقتي، المنصوره عندها 44 سنه. مالها بقى يا فندم؟ عايز غريب. استاذ محمد، استاذ محمد وضح الصوت شويه ويا ريت تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. طب عفوا، هو تقريبا كده يعني الاتصال انقطع. احنا دلوقتي نهينا الفقره دي، وان شاء الله استنونا هنروح فاصل، واستنونا مع الاستاذه رضوى يحيى خبيره التجميل والعنايه بالبشره، هنحكي او هنتكلم فيها عن طرق العنايه بالبشره في فصل الشتاء وازاي يتم يعني طرق تنظيف البشره. استنونا هنروح فاصل ونرجع لكم تاني.